لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. بعد أن شرح المصنف في هذا الدرس الأخير، بعد أن شرح مفهوم الخير والشر من وجهة النظر العرفية والقدرية، ثم قام بتحليل تحديد هذا المفهوم من وجهة النظر الفلسفية، يمكن أن نخرج بمجموعة من الاستنتاجات وهي عبارة عن ثلاثة. استنتاج الأول، إن مفهوم الخير والشر تماما كمفهوم العلة والمعلول، يعني من المعقولات الثانية الفلسفية، بمعنى أن الذهن ينتزع من مقارنة الأشياء الخيرية وينتزع من المقارنة الشرية. أقول هذا شر بمقارنته بما بشيء آخر كان ينبغي حصوله أو يفترض حصوله، ولا يوجد في الخارج شيء اسمه الشر أو شيء اسمه الخير. ليس الخير والشر عنوان ماهوي، وإنما هو عبارة عن عنوان انتزاعي فلسفي ثانوي. إذا المقدمة الأولى أن الخير والشر من المعقولات الثانية الفلسفية وليس له وجود عيني مستقل تماما كالعلية، المقدمة الأولى هذه. المقدمة الثانية، بناء على ما تقدم في المقدمة الأولى، فإن العقل هو الذي ينتزع مفهوم الخير ومفهوم الشر من مقارنته بين الأشياء، وأما ما هو في الخارج فليس سوى منشأ الانتزاع لا المنتزع. منشأ انتزاع الشر لا الشر نفسه في الخارج. المقدمة الثالثة، ليس وجود أي شيء بالنسبة إلى نفسه شرا، يعني وجود أي شيء إذا قسته بالنسبة إلى ذلك الشيء لا يكون شرا. وجود النار التي هي تحارق هذا الطفل بالنسبة للنار هي ليست شر، بالنسبة للغير شر. الوجود بالنسبة للشيء نفسه هو خير، والعدم بالنسبة لشيء نفسه هو شر. يعني النار إذا سألتها، إذا سألتها أن وجودك خير لك أم أن العدم هو خير لك، تقول وجودي خير لي. العدم ليس خير لي، العدم نقص. فإذا كل شيء إذا أخذته بنفسه لا يكون شرا. ليس الشر مصداقه الشيء الموجود بالنسبة إلى نفسه، وليس الخير مصداقه عدم شيء موجود بالنسبة له، إنما يكون الشيء الموجود شرا بالقياس إلى الغير، يعني بالعرض لا بالذات، ويكون خيرا بنفس وجوده. إذن هذا ما معناه؟ معناه أن منشأ انتزاع الخير والشر هو نفس الوجود والعدم. كل وجود هو عبارة عن خير، وكل عدم هو عبارة عن شر. وأما أن الوجود يتصف بالشر فهذا اتصاف بالعرض لا اتصاف بالذات، يعني بالقياس إلى شيء آخر، ما في ذاته له خير لأنه وجود وكمال. إذا ما الذي نريد أن نصل إليه؟ نريد أن نقول إن خيرية الخير ليس لها منشأ انتزاع إلا الوجود، وشرية الشر ليس لها منشأ انتزاع بالذات إلا العدم والنقص والفقدان. أما أن شيء موجود نعبر عنه بأنه شر فهذا بالعرض لا بالذات، يعني أمر عرضي أي بالقياس إلى شيء آخر لا بالذات، كما بينا في الدرس الماضي. ولذلك نحصل على النتيجة التالية التي تقول إن الخير هو الوجود والشر هو العدم. إذن فالشر أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج إلى موجد. فإذا سألنا من هو مصدر الشرور، لا معنى لهذه الكلمة. هذا السؤال الأول، لا معنى، لأن الشرور ليست أمورا وجودية حتى نقول لابد أن يكون لها مصدر. الشرور هي عدم ذلك الأمر الوجودي، عدمه هو الذي يكون شرا، والعدم لا يحتاج إلى علة. هذا ليس أمرا حتى يحتاج إلى علة بالمعنى الذي نطرحه.
وهذه هي نظرية الفلاسفة، النظرية المشهورة للفلاسفة، من أن العدم الشر أمر عدمي، وإذا كان أمرا عدميا فلا علة له، لا يكون له علة تحققه وتنجزه في الخارج، بينما الذي له علة وموجود في الخارج هو الوجود فقط. فليس هناك إلا الخير في العالم الذي هو الوجود، ومن ثم فإله الخير هو إله الوجود ولا إله غيره، فبطلت نظرية الثانوية بناء عليه. هذا كله كان في الجواب عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني، طيب إذا قبلنا بكل هذا الذي قلتموه، نحن نسأل ألم يكن بإمكان الباري تبارك وتعالى أن يخلق العالم بطريقة يعني هذه الشروط تزول منه؟ يعني أنت تقول الشروط هي عدم، فخليه يزيدها يحقق الوجود اللي في مقابلة، هل ترتفع هذه الشروط؟ يعني ألم يكن بإمكانه فعل ذلك؟ الفلاسفة للجواب عن هذا السؤال قاموا بتحليل نفس عالم المادة، وقالوا إن الذات الإلهية فياضة دائما بالكرم والجود، وإذا قلنا للذات الإلهية اعدمي هذا العالم لأجل ما فيه من شرور فهذا خلف كرمها وجودها، فإن هذا العالم وجود فلا بد من تحققه. طيب بناء عليه قالوا لو جئنا إلى هذا العالم الذي لا بد من تحققه بمقتضى الفياضية الإلهية، الكرم الإلهي، الجود الإلهي، رأينا أن هذا العالم هو بطبيعته متزاحم، فإن الشيء منه حتى يأتي لا بد أن ينعدم شيء آخر، والشيء منه حتى يكون هنا لا بد أن لا يكون هنا غيره، والشيء حتى يتكامل لا بد أن يتناقص غيره، هذه طبيعته. فإذا كان في مشكلة فهي مشكلة في القابل، الذات الإلهية تفيض بالوجود، لكن هذا القابل لا يتحمل أزل من هذا المقدار من الوجود. لماذا؟ لأن هوية عالم المادة وطبيعة عالم المادة لا تتحمل أزيد من هذا المقدار من الوجود، إذ لو أعطيت الوجود لشيء لجميع الأشياء في مكان واحد لتزاحم ولاستحال وجوده. الذات الإلهية تعطي، لكن نفس هذه الأشياء القابلة لا تتحمل أن تتحقق كلها في زمن واحد، ولا تتحمل أن تتحقق بإجماعها في مكان واحد، وهكذا. فإذا لا مشكلة من طرف الذات الإلهية حتى نقول لماذا خلق هذا، وإنما الإشكالية في طرف المادة نفسها، فإن المادة بطبيعتها لا تتحقق فعليات وجودها في لحظة واحدة، بينما هي دائما في إطار القوة والفعل كما مر معنا، خلاف المجردات التي هي تتحقق بشكل ثابت ودون تحول وصيرورة ودون قوة بالمعنى الذي مر معنا سابقا. إذا هذا ماذا يعني؟ يعني أولا أن الذات الإلهية دائمة الفيض الوجود ولا يتوقف وجوده، وهي تعطي الحد الأعلى للوجود بمقتضى كرمها، هذا أولا. ثانيا إن عالم المادة هو بطبيعته يحقق هذا التزاحم ويوجد هذا التزاحم. لماذا؟ لأن فيه آثار معينة لا توجد إلا بعد انعدام آثار أخرى، ولأن بقاء الموجودات الحية فيه لا بد فيه أن تموت موجودات كانت حية، وإلا لوقعنا في مشكلة. أو فرض الكرة الأرضية لو لم يحصل فيها الموت لوقعنا في مشكلة كبيرة، ولأدى ذلك إلى مزيد من الشرور، فليس بالإمكان أحسن من مكان. فلو أننا حذفنا هذا العالم من صفحة الوجود لأدى ذلك إلى شر أعظم، وهذه هي المقولة الفلسفية التي تقول لا يذكر المصنف وإنما يذكر عصارتها، يعني روحها، تلك المقولة التي تقول إن ترك الخير الكثير اللي هو وجود هذا العالم من أجل شر قليل شر كثير. نحن أمام خيارين، إما أن نجد هذا العالم المادي الذي هو بطبعه هكذا ولا يمكن أن يكون غير هذا، وإما أن لا نجد هذا العالم المادي، وجود هذا العالم المادي فيه خير كثير، إن على مستوى تحقق الموجودات، وإن على مستوى أن هذه المصائب والمشاكل التي ترد على الإنسان أيضا تؤدي إلى تكامل روحي وإلى ابتلائه وإلى ارتقائه في الجانب الروحي. طيب فإذا إما أنا أوجد هذا العالم ويكون في وجوده الخير الكثير للإنسان وغيره، أو أقول أنا لا أوجده من أجل بعض الشر القليل الموجود فيه، فإعدامه اللي هو عبارة عن عدم إيجاده، إعدامه لأجل شر قليل يعني ترك للخير الكثير من أجل شر قليل، هو بنفسه يكون شرا كثيرا. فبمقتضى قانون التزاحم مع وجود هذه الشروط الأنسب أن يوجد هذا العالم لا أن نعدم هذا العالم.
وبناء عليه نقول: أولا، شرور هذا العالم لوازم ذاتية له ولا علاقة لها بالباري، وتابعة لخصائص المادة. ثانيا، إن ترك الخير الكثير من أجل شر قليل شر كثير. ثالثا، إن هذا الذي اعتبرته أنت الشر كثير منه، إن لم نقل جميعه، له يمكن أيضا استثماره في الخير، كالمصائب التي يعاني من الإنسان فإنها يمكن تستثمر في تسامي روحه، كالبلاءات التي واجه الإنسان فإنها يمكن أن تستثمر في ارتفاع درجاته عند الله تبارك وتعالى في الآخرة مثلا، وهكذا. فإذا حتى هذا الذي توصفه أنت بالشر يمكن أن يكون له وجه آخر ويتصف حينئذ بالخير حتى بالنسبة للإنسان نفسه. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الدرس الأخير، أي الدرس 70، وبه ينتهي الحديث في هذا الكتاب، وينتهي كل هذا الكتاب بعد. فلا بأس أن نشير إلى نقطة أخيرة، وهي أننا حاولنا في هذا الكتاب أن يعني نقدم صورة مختصرة عن هذه الدروس، ونبتعد عن إطار التفصيل والتشريح والتشقيق الزائد من الكتب الأخرى. ومن الطبيعي أن بعض التفاصيل الجزئية التي ربما يعني لم نتعرض لها في هذا الكتاب عندما يعني في سياق الدرس، سبب تجاهلها وعدم أهميتها، وإنما الهدف هو أخذ تلك النقاط الأساسية في هذا الموضوع هربا من التطوير. هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.